إذن بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم. هذا المباشر على منصات وطنية محترمة، شكرا جزيلا الشكر للزين الإخبارية، وكذلك منصة ماليبو ومنصة الساحل والبريس الإخبارية، لهم وضحوا احتراما للرأي العام هذه القضية لأثار قيث على التيك توك، وزج بها للأسف الشديد بس مؤسسة محترمة وغالط الرأي العام بمعلومات عدلها بينه هو مؤسسة وبينه هو أشخاص موريتانية كاملة تعرفهم، رجال الأعمال يتعاملوا بالمليارات، ما يجد حد يوخرهم وثيقة قضائية ولا دين، لا في المؤسسة ولا في مكان أشخاص. قضية كانت بينه هو والشاب معاه في نفس العمر، كان أخوه صاحبه ساكن معهون، وزج بها من خلال واحد ثاني صاحب للشاب اللي هو ولد مالكي هذه المؤسسة، واتضح لأنه المنصة اللي عرض عليهم إياك، المنصة اللي عرض عليهم لأنه تقدم منتوج، قدم للشاب أنه لا يربح فيه، أنه يقدم مبالغ مالية، كانت عنده مليونين ملوقية إلين قدمها وفرقت، اقترح لي الأخ اللي أصلاً معت أنه لا على بابه معاه أنه يتصل بقيث، واتصل بقيث وقال له قيث أنا لا نعود شريك معك، الأخ قدامنا وهي لا نعود شريك معك، شكون مليك شراك أنه لا على بابها، تم مواصل معه ومشى له مبلغ إياك وغريه بي إياك يدعموا بي إلين تضح له عن الرواية ماتت على بابها. وهذا كان نختار نشره للرأي العام عن ضغط الغياب والده وعمه، يعني نغيظهم خلالك الجو فبيضي ومرحي بيضي، يعرف العائلة ويعرف الوتو ويعرف الأسرة، عرف عنهم ما هم هون من هون لا الشاب وعنده مبالغ ليكيديته اللي هو بشكل خاص يعملها، بالتالي تفاجوا غير هو علم بها له في النهاية، ولين علمهم بها تفاجوا منها وقالوا له انه يصل معهم مباشرة انهم يتعاملوا لا بالقضاء وبالقانون، معناها نهايين عادهون فيه محتالين، عندهم وثائق، الوثائق اللي يتابعها الرأي العام كامل، هذا كامل بالوثائق القانونية وعند القضاء، لأن ذيك الساعة اللي نعرض عليهم عنهم هذو المحتالين عنهم حد يتكلم عنهم إعلاميا لا يستخدموا الإعلام ذا، غير اليوم هذه عاد مسألة سمعة ورأي العام لابد من وضح لماذا قيث يقول عن مثال، معناه أن هذا لا يتكلم عنه اليوم الأخ لا يتكلم، شنو هي بداية هذه القصة بعد يعني. يشتملين ادخال هو من نفسه وبعدين عادوا يدخلوا العائلة الكبيرة اياك هو مجراهم القانوني من هذا المحتالي. تفضلوا انتم تعرفوا. تفضل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. متكلم محمد بن مينو والدبة. يعني نعطيكم صحة الأخبار اللي قال قيد. خالد بداية القصة، خالد صديق مشترك بيني أنا وهو. أراد لي القصة. بينك توقيت بيني انا وقيت قالوا سلموا المهاد، رد لي منصة و ما كنت نعرفها اصلا وطاني اخبارها في منصة تعرف اهلها لارض الواقع، كان يدخل معاك ماذا انا ماني داخل معاك شيء، اهله ما هم يقوى موجود لارض الواقع، قال لي نعرفها نعرف اهلها نعرف اشخاص فيها بات ربحوا منها وصافي، انا عندي مبلغ بسيط ندخل معاك فيه وراهم اللي عنده يدخل هو به، فين ندخل معاك به قاعد كان هو عندنا معاملات مع الناس، راهو عنده قاع كلام معاهم هو من دوني انا، عنده صيله هو بها اصلا، عنده محادثات معاهم انا مالي ماهي عندي، عندنا المعاملات كامله بحضرته، و مين طوال علي قلت له الناس فيش معاملاتهم ما هم موافقين، انت بما انك تتكلم معهم بديت تقول لهم يعطوني نص الفضاء، يسوى الاخر يبقى رزيل بين السحب يعطوني نص الفضاء، قال لي ما انا الله انا راعي معهم نعرف اهلهم والربح من قواها مد الثقه في الارض الواقع يعرفهم ما هو منصه، قلت له ايه وزين، قال لي راعي قيس نعرض عليه نرد يدخل معنا ذاك الشريف، قلت له صافي تكلم انا معهم، طلعنا له وعطيناه جاهز دخل معنا في القضية، في الشريك قصد به ربح ودخل معنا وجبت أنا لين عدت معاملات زادوني مولي طاني خيط راهو طاني 19 مليون، دخلت مع الناس في المعاملات
زادوني معاملة أخرى ما كانت غير اللي هو طنت من التالي عند تحايل. وقفت قلت هاي القيث وطنت لأني قعدت في هذا واضح البنت خلطة ديك الساعة الوالد ما الوالد موهم وله ما منهم حد. جيت الليل لعم خلت لي في البيرو كانت عنده قاعد من ردحت ومقنع كانت عنده قال لي قاعد انسحب انا منه شكله خليه هي يتابعه هو هما قانونية خليه في بينه جي الوالد او الوالد كان شهر المغرب جا كيف نهار مقد هو تابع القضية على الاتفاقية. هذه المعامله اللي استغرقت من الوقت ساعتين ساعه او ساعتين زي كذا مش هالي ساعه مش هالي خلال ساعه الاساس ربح داخلين كشراكه قصد منها ربح. كنت مين راني نسيت مين جبت رديت انا البلد هو باطن تيالوك وهو واضح مثال كنت عن محتال عن واقع فخ تابع تابعوا تابعوا هم من جهه القانون تابعوا هم ويتابعوا من جراها. كنت اخترت الجرائم الان ما عندي ابدا انا في بدايتي فيها دخولي لها ما اعلم بها ركاز ما داخل ما كان في حد عالم بها ما هو شريكي سلمو المهاري هو اللي داخل معايا صاحب لابسه على طهاره وانا هو دخلنا عد المعاملات في بلد ما عد المعامله ما بحضوره. انا اعلم سلمو المهاري هذا جابه في الرابط راهو في علاقه بينهم وركب علاقه بينهم هو رابطني بقيد هو انا هو يعرف قيد وانا نعرف قيد صديق مشترك بيني بالمناسبة في مجهول في الملف اللي هو كمتهم هو مجزات سؤال ولا بالتوضيح ولا وقفتوا مجرى القضاء للقبض من دون عرفه مين علمكم بيطفش خطوات عدل. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم. انا قال لي وين الدبه هذا انا كنت في زياره كنت في رحله عمل شهر المغرب وتميت يتصل علي محمد في القضيه اللي وقع فيها. بدأت أولا نستخلص العبارة من القضية لأن هذا ما قد قاعد صح أن محمد ما قد قاعد يخوض المؤاخذات له قبل لا اتصل إلي الأخ وقال لي أكدها لي إن أكدها لي قيم الجاي نفس الليلة وشيت النهار مقدمون وباشرت حيثيات القضية. القضية كالآتي محمد اتصل بها غيثي كيف كان يشرح لكم وداروا في الورطه اللي هي راجل ما عنده اصلا علاقه بهذه المسائل يكون قرايته وصلاته وحياته الخاصه مشى عن طريق زميله هذا واللي هون موظف معي بالمناسبه ونقصته وراني دايروا ملف التقاضي وداروا في الورطه اللي هي هذا اللي هي غيثي ومشى له 19 مليون 19 مليون اللي مشى له بدون تشاور مع ابوه بدون تشاور مع امه بدون تشاور مع اي حد ومن الناحيه التجاريه مولي من غير المنطق لان يعطي حد 19 مليون لرجال ما هي مؤسسه تجاريه ولا هي مؤسسه يتعامل معها ولا هو شاري بها بضاعه يعطي 19 مليون اسبس لرجال ما يشتغل راجل قاعد يشير قاعد عند اهله ما عنده علاقه بنوع من الاعمال داروا في الورطه اللي هي منين جيت جاوني جاتني والدته وجاني والده قلت لهم انا ذي القضيه ذي المعدل فيها انا ما هو مقبول عندي اولا انسان مشي وزرق فلطو اتعامل بها وادخل بها في الغمار انا ماني مسؤول عنها ورفضت لهم التعامل معها قلت لهم القضاء ذاك وقيسوه
قيسوا ياك تبقوا تقيسوا المسائل، انا ما عندي تدخل فيه. المطلوب ان الراجل ملفاته اللي معدل معاكم واضحه، جاته مبالغ محوله من شور سلاكه، دليل لانه سلاكه واحد يقول له غيثي، احنا نعرفوه هون يشتري معنا نعرفوا له لا سلاكه، غيثي هاي دارك اللي عند ماني طابين قاع عليها، نعرفوا له لا سلاكه، وين قال له غيثي، وهذه التحويلات له مشاه هو لمحمد اياك يديروا في الورطه. بالمناسبه حاز عليهم اللي محمد وطاها لنفس الاشخاص، الجريمه المحتاله عدلها مولي محمد نفس التحويلات مباشره اللي هو محمد، هذا كامل موجود. المبالغ اللي جات وحولها وزاد عليها ب 6 ملايين اخرى، هذا كامل موجود في ملف القضاء يقاضى به الناس قدام الجريمه الصبرانيه حالا، كشف حساباتهم وهوياتهم وصيفتهم كامل امام النيابه العامه، منشور تماما صورهم وحالتهم، واللي وحالا 7 منهم تحت هيد جندرمة الجريمه الصبرانيه في نواكشوط محكمه، ولقى اساسا بالنسبه للممتلكات اللي مشات وحالتهم وصيفتهم، انا قانونيا لو كنت تنقد نكشفها به لمسألة تحت القضاء يعرفها لا القضاء ولا نتدخل فيها، يقول ذي اللي متاح لي من الاخبار نجبره، هذا ركي له اللي في تليفوناتنا احنا واللي في صيفتنا مش نقبضوه، والله ذي اللي نقبضوه من عند محامي القضيه موجود مطروح مولي شخلي، جاب لي والدته مرهوده في بجو تسند استعطفني بها وحاز على والده على سرير العمليات وصور صوره، انا لو كنت نقد انسانيا نقد نعرضها لكم، وتم يتودد ويطير وينزل ويصيف، ومشى لي وثائق وقال لي انه يصفر، هذا كامل عندي فكالات وجاوني، وكانوا اخوتي كاملين اللي هم اقلع لي الخالق ما ابي بدل يدخلوا في القضيه، قال انها قضيه تلصص لانهم ما هم داخلين فيها، كان محيطي انا العائله الداخليه يضغط علي من الضغط اللي استجبت القضية، ومنين استجبت لها قلت لهم إن قدر نعدلها لا قدام إطار قانوني بحت، لكن إطار القانوني تمثل في الله نقول له، عيطت له قلت له أنا لهي نعطيك مساعدة في القضية حددها أنت، قال لي هات بنكي لي مشي لي ذاك اللي يتمشي لي، قلت له أنا ماني محمد اللي تعاملت معه وعدلت له نفس القضية، أنا راجل كبير مشرف في الحياة ولا نتعامل ياك تعامل، مشي لي حد من عائلتك نتعامل معاه تعامل طبيعي، نعدل معك حل شنو مع اني ما كنت ابدا من طالع نعدل معك اي حل، مشى لي والده وقال والده لانه عنده وكاله شرعيه، لكن ما يعنيني اعطاه لي الموثق غير من عدم ثقتي فيهم، ابيت نتعاطى مع والده بهذيك الطريقه لي، قلت له هذه 10 ملايين هي نعطيها لك ونعدلوا توثيق عند نوتير، عدلنا ذا التوثيق ذاك اللي فيه اللي نعطيها 10 ملايين تصوروا ذا التوثيق ذاك اللي عند نوتير ذا التوثيق ذاك اللي عند معدل عند موثق بيني انا وهو، انا قائم عن محمد وهو قائم عن غيثي، لحقنا مرحله 18 ملايين ابيت نعطيها له، قلت له اني لا نعطيها قلت له اني لا نعطيها الا لحد محل ثقه عندي وما نعرفه، لا عندي له سوابق، يقول ما هلك فرعون الا هامانه، وبوه ما قدرت اثيق به بي خبث، عفوا عليك صاحبه بي عدم وضوح بي لانه بو غيثي، حست الذي 10 ملايين ودرتها وضح الصوره، درتها في حساب نوتير قالوا الفقيه والمعدلين عنده الاتفاق. رأيي. واضح. ها؟ هذه الرساله اللي هي مضمونها. هذه الرساله الاتفاق اللي هو مضمونه، لاني انا اللي نعطيها 10 ملايين. راهو موضح قال مالك مضبطوها بطريقه واضحه.
فيها 10 ملايين لا هي نعطيها له، وان الملف لا يتكفل انا به دون محمد، وان يخلي عنه كاع محمد ويخلي عنه اكسرات فيها 10 ملايين اعطيتها له نقدا، وخالقه 9 ملايين منصوص عليه هون في الاتفاق لانها ما عندي حق في نعطيها له ولا نعطيها له، يكون في حالتي استرجعت المبالغ اللي معروضه امام النيابه العامه في اطار التقاضي اللي معروف ملف معروف معروف قدام الجريمه الصبراني الله يرحمه، ولو بالمناسبه لا ينعرض يوم الاثنين امام النيابه العامه حسب الجهاز المحامي. فقره اخيره يا ابو عليها على والله شوف والله شوف البند الثالث في حالتي لم يستطع السيد مينو دب استرجاع المبالغ التي يقاضي بها هؤلاء المجرمين فإنه غير ملزم بإرجاع المبلغ منصوص عليه أصلا 9 ملايين أوقية قديمة، وبالتالي حس القضية وقفلتها قانونيا حتى إني ثبت الأمور من خلاله حقوقهم بها كانت قاضية، كانت إطار وهمي بين شابين ما عنده شيء يضبطها ولا عنده شيء يعطيها مصداقية، حولتها عدلت لأني متعامل مع قرية وعدلتها في اطار قانوني بحت ضبطت فيها احتياطاتي طبعا هذا حقي. انا قمت وتعهدت 19 مليون والثاني بوبت لي في اطار معين ملف معروض امام النيابه والناس سبعايه منهم الحمد لله مقبوض عليها وقضيه بسيطه حتى قايل ما مقبوض عليها احنا بوبنا الفقره اللي يمكن قريت له بوبنا عليها. وبالتالي خلى وذاك التودد وذاك العواطف وصور الوالد معدل وعمليه وصوره هو تواقته محكومين وصوره ذاك كامل عند منين؟ قبل ذاك المبلغ صلى وصام الامرين كان يطلبه قام يعني ماشي وشك لانه هو من جهله لانه هذا البند اللي يحكمه قانونيا ويحكمه عرفيا ومعدل اليه وثيقه لابوه شرعيه قام يعني ماشي وقبل مسار ثاني شاكين وقد يقبض به الفضه. انا قال الفضه ما هي مهمه عندي قد نعطيها له قلت قبيل قلت كل شيء نعدله له قلت نعطيها له كامله وكان تبغي مسار ماشي بصيفته كل شيء قد نعدله له من شيء مقبول. قبل اطار التشهير وقبل اطار التشهير الاشخاص والعائلات وقبل الدعاء وقبل الاخطاء وقبل كل شيء. ما بقى شيء ما عدله. المرحله الاولى جيت لوالده وحسسته بالقضيه وقلت له هذه الوثيقه اللي موقع انا وانت انت كراجل مسؤول وموقع مرد ومستلم مبالغها باي منطق ما تحميها وتدافع عنها؟ وهي موجوده قائمه موجوده قدامك، لا عاد ما تقرا لود حد يقرا له. ولا عاد متجاهل القضيه هذا ما هو مقبول حد مسن كيفك انت. قال لي انا قال لي لا هنا قلع عنك 4 ملايين واعطيني 4 ملايين، قلت انا 4 ملايين بلا قايه فيها و5 ملايين بلا قايه فيها ولا ندورها. انا عدلت معك مرده مكتوبه ومنصوص عليها. من يا الله ذاك المنصوص عليه نحترموه كسند قضائي وكسند تنفيذي. انا اشتري ب 4 ملايين عندك انت. واصلا قاعد اطفل من نفسه قابل قاعد 9 ملايين موهبين وهم بها وماله قد نعطيها له انا في دقيقه واحده وعدل يبقى يعدلها. وصل ما هو فاصل فيها. يقين ذا نوع من التحايل فهمنا من خلال القضيه من اللي لاحظناها في الاخير لانه هو نفسه اللي هو غيثي كان وراء القضيه المنصه اللي يستدرج فيها الطفل كان من ورائها. كان همه يقبض في غلط المنصه الممشيه له وفي نفس الوقت هو اللي ممول الضحيه. وهذا نوع من التناقض ظهر لنا غريب. وعلى كل حال حازم مولي مساله اخرى قالها المؤسسه مؤسستنا وتبارك معاها وهي اللي تخلي موضوعها يتكلم فيه الاخ جيه هذا المسار الاقتصادي وبعدين يتكلم فيه والامور العائليه ودم جسمي انا وصورتي بصفه شخصيه اللي نفس العمليه انا شور المغرب ما عندي علاقه بقضيه جاي عن ابن عندي نسوي قضيته وجاني مشى لوالد باطل المسار قلت له تحول شور المطار الاقتصادي والتهميش ولوتل وكلام الطايح والمؤسسه وكلام الطايح والعائله والاخطاء والدعاء وياسر المسائل فيما يخص تتعلق بالمؤسسه لين حين الكلمه لقيه يقدر يوضح لكم فيه ذاك اللي ظاهر له فيه. والسلام عليكم ورحمه الله. بارك الله فيك.
شكرا جزيلا، شاكركم على تلبية الدعوة ومشكورين. كيف قال الأخ مينو، الموضوع ما تتراجع عليه، نتكلم عن الجانب المادي، الجانب التشهير اللي قال هو المؤسسة من الناحية الاقتصادية. نتكلم عن عدة نقاط فيها. نتكلم عن عدة نقاط فيها. النقطة الأولى، المؤسسة بدأت 1991 على مستوى ولاية نواريبو. بدأت كبادئ المؤسسات كاملة، تبدأ شركة تقريبا نشاطها التجاري متواضع، ويعطيها الله تعقب تلحق مرحلة تعود إلى السكة، تعود تقريبا مؤسسة، تعود مؤسسة الحمد لله من فضل مولانا وجهود وكرم ونجحت. ومن انتشائها تعامل في عدد دول، واحدة الإمارات العربية المتحدة والصين وماليزيا وتركيا، عندنا عدد معاهم صفقات مئات الملايين، مئات الملايين من الدولية، وينشو تقريبا يلحقوا ملايين الدولارات بالنسبة له، وعندنا الحمد لله الأدلة على ذلك. من قحمنا البارح قال غيث إن قابلنا عليها 9 ملايين وقلنا ما بينا خمسة. بالمناسبة نقول لكم انتم، انا قاعد بس القضية ما كنت قاعد داخلها، اسمه قهوة. الحمد لله كان ساكن معنا وكان يجيني الحمد لله مدير داير بدلات، وين يتقدر يشوفني يقلع معنا ونقول له اقلع عنا كذا. يجيني تبارك الله مدير مديران ما قطعوا ولا يحبوا لهم. ودروا له وين يتقدر نقول له اقلع عنا كذا. ونشوفه عندنا عامي عن راسي تو يتقدر يقلعها ويديرها ويطيحها فهم يزروه. قال بعد بالمناسبة قايل الرأي العام عن المؤسسة، أي حد يسال فيها وقية على مستوى الدول اللي ذكرت لكم وعلى مستوى الدول الجوار، ذاك جايو المغرب والجزائر ومالي وسنغال، وقينا كوناتري عندنا فيها مصانع، فيها تصنيع الزوارق، وي مؤسسة تسال فيها وقية رانا طالبين انها جبرت فرصة انها توخاها، لا تسترنا بها فرصة لها. يسوى في الامارات ويسوى في ماليزيا ويسوى في اي دولة في الدول الجوار، دول الجوار المغرب الحمد لله كل يوم يجينا من البش والجزائر والدول ومالي اللي سال فينا دين يجيبوا على مستوى الوطني. المؤسسة هي الوحيدة اللي ما قد عرضت مسألة قدام القضاء ابدا، القضاء اللي هو لا نعرفه قاع الواحد يقعد يسالوا من فوقنا نخلوها عنهم، يقولون ما عندهم وخلوها عنهم. واحدين نعود واحد اللي مات خلوه عنا نعفو عليه، واحدين من الخلق اللي قمتم منه يموت نقول له رانا عارفين عليه، واللي حي اللي جاب لنا من هالشيء ما جاب لنا ولا ما جاب لنا شيء خارج من المؤسسات، ما عرف شيء. مؤسسات تقريبا على سبيل المثال مؤسسات مهمه نتعامل معاهم باحسن معامله، موزعين عده شرائك هون في مواطن موريتانيا، منه تازيازت من موردين لسنين، ومنه هون على مستوى موريتانيا هون على مستوى السوق زودين عدة قضايا احنا هم اللي نجيبهم. ونشاطات السياحية الحمد لله عندنا الحمد لله عندنا فنادق في نواريبو، وعندنا فنادق في نواكشوط، واحدين فاتوا فاو الحمد لله لا يدش قريبا، الثاني متباركين ما فهم حد يقدر يقول انه يسال فينا ولو قليل، واللي سال فينا يجيبها رايد وفرصته. رانا عندنا أوتر عندتها في الخير رقم واحد، عندنا واحد على طريق المغرب مبارك معاه يعدل، ورانا طالبين حد يسال فينا ولا يجيبها من السنة ولا بركاية يجيبها لنا طالبين على مستوى المغرب. هو راني طالب موجه للرأي العام، لأن لما خلوق مولانا اللي قال إنه فرصة لهم. النقطة الثانية نتكلم عليها عن قضية عن المقاضاة، لأن قضية من ناحية قانونية إني لاهي قاضي، قاضي في الولايات المتحدة الأمريكية، ونقدر شيء ماني مرصة في الحياة، فيزة على باسبور، فيزة اسبانيا على باسبور، ونقد نجيها بطريقة ماني مرصة في الحياة، ولاني داير القلايد، ولاني سايب حد شريحة، ولاني سايب شريحة أهلنا لأخوتنا وأهلنا، واللي قال هو يهدد الأمن القومي للدولة، ولاني هارم منها ماشي لحد بطريقة
القضية القضية حسب اللي رأيت أنا من المعطيات، لأنه يدور يشوش الرأي العام على قضية أخوتنا وهن وجزء منا مرضعيننا، وإحنا هم أهلنا ومحيطنا بالطريقة اللي فيها. حاول أنه اللي نعرف عنه وقع في خطأ، حاول أنه يقطع لي يقطع الرأي العام بالقضية اللي فيها. هو اللي قال اللي شافه ناس أنا ما أشوفه قاع. يا ريت حد من الأسرة جاي مع حكم من محيط القضية اللي فيها. مرين قال لهم ميمة هي هون الحمد لله، قالت تبكي، قالت لي أنا، قالت لي نصري، قلت لها أنتم اللي حاطين نهر يضركم، حاطين نهر يضركم، حاطين مالهم شريحة من موريتانيا مهمة، لو داهم أرض خليج موريتانيا مالهم جزء منه، قوتنا وهن ويتألمون ويتألمون، تقعد أنت مرصة من الحيط تدور بطريقة جديدة. لأن قاضي على مستوى الولايات المتحدة ولاني مرخص الصف لعاد تقريبا المحامي قال لي نجي ندور نجي الولايات المتحدة، وعلى مستوى هون ندور قاضي وندور قاضي أبوه وندور قاضي صاحب المتلاطين تاخذ نوتير رجله. هذا طويل العمر، هذا المنصور اللي قال له نوتير، هذا صاحب نوتير، هذا اللي يقعد ما عنده وثيقة، اللي فقيه هذا اللي يقعد ما عنده وثيقة، من وثيقة وكالة شرعية إلى وكالة شرعية، من يقعد ما عنده وكالة شرعية اللي من غيث الوالد. وهذا انا للمحامي، انا للنوتير لان قاضي يرد لي فوقتي، فوقتي دخلت في حسابه هو ماشي من الكتاب اللي اسمه جايسته هو، وكنت الحمد لله فيه الفضل الحمد لله فيه اللي ولو كان قاعد الروايه لو كان قاعد شق لي والده، والله شق لي والدته كيف جاب لي، لان اعطيه قاعد يستعمل لو كان قاعد عدل الاولى وكالاته موجودين هون، الا قاعد يشق لي هو، لا ما هو متكايس حتى يشق قبل الوالد ويجي يطب اسباني ويقول لي وكي ما عدا المره الماضيه، ولا قضيه الرجال في المزدوزه انت قاعد قبل مات واللي قاعد هو تم الزمن قاعد هون مات، تعطيني انا قاعد قضيه قصه مربي اللي عندي عنه، قالوا قاعد هنا قاعد نعطوها لك قاعد وتروح شق الوالد قبل وجيب لنا الوالد في الدار كيف جبت لنا ونعطوه قاع 4 ملايين و500 ولا 9 ملايين قاع اولاد تخرج الوالد. صالح صالح بدي انا ما توفيت بالنسبه لهذا هو اللي قلت له نقول فيه، ولا مكدر علي بعد اللي قال غيري ولا هو مهم عندي، لانه موضح راح الراي العام والشركاء الحمد لله يعرفوني، قال لا قالوا القيط من ثم هذا طار عاد حدهم هذا طار سول عني اللي يعرفني، اللي ما يعرفني لا تسول عني. شركائي انا على مستوى الصين وعلى مستوى ماليزيا وعلى مستوى الامارات وعلى مستوى تركيا وجوارنا يعرفوا هما على انهم ما يقدوا ما يمر يشكوا ولا يسولوا عنه، بما ما فيهم حد يقدر يقول. بالنسبه للاخرين وخلقه هو اللي رصه به اللي هو اختاروا احنا حد بعد سمعنا ما قد تحامل معنا اختاروا نعطوه القضية اللي هي هذا كيف قال لكم الأخ. بالنسبة لهذا ضرك أهم عندي في شيء، قضية أول خطوة عندي هم لين أخر سابقنا عدل أي هم شيء يسوس هو لا ينقيس موثق ويوخض لي الوكالة، اللي معدل لغيث الطريقة اللي بيها. أنا الوكالة أنا ما قصتهم، سمع لي يومين وقال لي الوالد الراجل المشهور جاي مشهور الطب ولا قيس، وقلت له قيس وتو ما هو موثق، انت موثق ما قد عدل يكون روايه حقيقيه، قيس وتو وثيقه قال الوكاله عنده اقبض الوكاله وعدلها قلت له قول لي صاير انك هذا الفقيه يعطيك حسابه، اعطاه حسابه وعدل له الاثير ما هم يكون من حسابه قال تم اسمعك رايه يعطيها لي معناتها لك رايها رأيي هي 10 ملايين ماشي من تابل اسمها جي ومفرسيهم منه والدب ماشي من تابل اسمها جي والدب، وعنك بعد يا غيث الشر اللي عاد تبغي تنشر 10 ملايين قايس هذا الراجل اللي هو قال لما ينهي مشي عن طريق بنكي فرعي واضحه. انتم ظاهر لكم ان الجهات القضائيه انها معكم حتى الاحتيال حتى اجراءات بالنسبه للسلطات الاداريه بالنسبه لهم ما عنده اي مشكله تعاطفين معانا، وقضيه قدام المحكمه ولا لا تقولون في المحكمه دايرين يروسنا والمجرمين محكمه ولا منهم محكوم بالطريقه اللي فيه.
هذا لا ولا شك القيزي، لان احنا من المحيط قد يعدل له. احنا من 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 احنا من 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 مؤسس من المؤسسات، يعني من المؤسسه ما يقدر يعدل هذا، يعني حس هو من المؤسسه ما يقدر يعدل هذا. ما يجي بصفه من الصفات يسوي شيء. والسلام عليكم ورحمه الله. انا حقي قانون الهي مطالب، وقلت لك في الولايات المتحده الامريكيه، ولاني مرصه في الحيط. وباسبوري حالا في استاملك سنتين. لين يقول لي المحامي الله هناك بعض النقيس عليك من درجه، وين يخلى بيني مع القانون من درجه، وين ما يخلى بيني مع القانون من قدنا يعرف هو اني قدنا بعض القانون براسي. لقال نسبق اجراءات القضيه. وبالنسبه للوالد العين احنا هون الطب اللي ما الحمد لله راجعين عود برا. الحمد لله يعني حكى دين وبيد اليمن، وندور ان شاء الله السلطات الاداريه السلطات قضيته عند القضاء، ندور نسبقوه لبقيه، وندور نعيط له طويل العمر الوالد اللي عاد ما هو في العمليه، ويعاد مع بعد ما دار العمليه بعد مناسبه ندور نجيب له نجيب له شنو بومب وبنانا ولا زي ولا زي. عاونه. السلام عليكم ورحمه الله. تفضل تفضل. هاي القضايا المفروض يتابع قضايا عن الضيق قاعد ضرر ماده اخرى وزوجتها عرض عن هذا عرض لوحده. تفضل تفضل تفضل. شكرا على السؤال. انا نظرا اللي خليك كان يعني عندي شوي له نقول له شوف بالنسبه ل 19 مليون وبالنسبه ل 20 مليون و 30 مليون يعود حد يا الله يعطيها في اطارها انا قد نعطيها للدقيقه. الحمد لله ما عندي اي مسألة. يا اخي احنا للراجل بينا ما نعطوها له قاع في البدايه، بينا اطار التحايل دار فيه محمد، داروا ورطه داروا مرده معينه، وكنا قاع ما لنا عاطين شيء به لتشجيع للجريمه، وهو سلاك راعي للجريمه. انا من اذن مولى اللي هو غيه اللي هو غيه راعي للجريمه به اللي انت من التطراق ماشي يا مسهار بمفضله الفقراء والمساكين ومن تحال الشخصيات، وقعدت انت من وقاحتك قدام وقلت انك سارق قاصدها وماشي بها. ذي اللي معدلك تعطيه 19 مليون ليش اهله ما هم فاصلين فيها، ولا هي جايسه مشروع تجاري ولا مشروع اقتصادي ولا معلم بها احد من ذويه. ذي شنو معناها انك انت وراء 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 القضيه شيء ما هو ظاهر. انت القضيه جايتك زرق الزرقة والدور ترجع لك الزرقة. يا غير ذيك العواطف شرطك ومداخلتك بي اثرت لي نعطيت 10 ملايين، وان قد عرفنا نعطيك بي لها كامله وهذه 9 ملايين ما شكل عندي شيء نعطيك بي نعطيها له. نحن اذا ما له شهر ما له شهرين وعدلت معاه اطار معين وسافرت ورا ذاك كنت لي ابوه قال لي لقى عنك 4 ملايين، قلت له ما ندورها فضل موجوده. يا غير موجوده بناء على هذا لا اتب قولك. هذا سند، هذا سند قضائي موجود قائم بين رجال بالغين الاثنين، انا قائم عن هذا ابني وهو قائم عن ذاك ابنه. ما الواضح؟ اللي كوني انا عدلت مرده الله يعفيها علي اني اعطيته 10 ملايين وجرأته للجريمه وجرأته للتحايل وجرأته اللي يمشي فيه، هذا انا معطاي انا من نفسي 10 ملايين جريمه. في اطار انسان يقير جريمه، الانسان يعني ما هو انسان. يعني ما هو انسان. يعني يعود ما هو الى مستوى الشيء. يا اخي ما اكون بعد ولا فهم اي مساله تحرجني من كلامه هو، ولا فهم اي مساله تحرجني من ذاك اللي يقول عن المؤسسه. به اللي انسان لو كان على المستوى ولو كان راد القضيه على بابه ولو كان يعدل له بث طبيعي بحيثياتها، انا ما هي مهمه عندي نقبضها ونعطيها له. هي اللي كانت مساله وقت. احنا نحن الاسبوع الجاي توفون وكرهوا منها. غير انا تايب يا الله من معطايا ال 10 ملايين. خلق الله القانون، وبالنسبة له هو البيئة تدخل موت، البيئة تدخل موت والله. من درك هذه الناس قضية كاملة كان النيابة وقرحت لي هذه الحسابات جمدته وما عدت جيد. هون أمام الشرطة المركزية عدلنا شكايه من الناس وتابعناهم عن طريق البنك بي بي ام،
برسائل شرعيه من عند وكيل الجمهوريه، ونحكموا كاملين وجمدوا حساباتهم كاملين. اللي منهم خارج الوطن نقدر نسميه لك باسم ورقم الوطني وعندي كتاب خلافته غير ما هو مهم عندي به، اللي ما هم خاص به القضيه، عدلوا مساله ودوروا يدفعوا ثمنها، والله نفقدها عادية غير بعد ندور ان شاء الله ونتابعهم الى النخاع. هذه من ناحيه مقبولين هوياتهم ومقبولين صورهم ومقبولين حساباتهم، وحولت هون وكانت هون الشرطه هون كانت لها شك لهم لجنه خاصه للتحقيق في القضيه اللي شافت القضيه مهده خارقه للامن، وكانت لها تخلق لهم للمدير الجهوي اللي هو كان يقترح انه في القضيه بالتشاور معه هو اسمه ولا هي يكون خليه لجنه تحقيق، وقبل محامي هو اللي اخترهت وحول شؤون الجريمه السبرانيه في نواكشوط وماشي قيد التحقيق اللي محكوم واللي محكوم في الحبس واللي مطروح عليه لي غير هذا وقاع الناس بحد ذاتهم اللي قبلونا قاع هم ما فهمش بعد قايلوا احنا كنا نشرهم ما هي عندنا من شر امام القضاء وذاك محترم ولا هم خاصمنا قاع ورك احنا خاصمنا من ادم اللي قال له غيثي هو اللي تبارك مع القضيه وعدل فيها الله يعدل وافترى فيها الكذب وعدل فيها ياسر مشي ما هو مقبول فيه اللي لا غروه هو كل اناء بالذي فيه يرشحه لا غروه. سؤال ثاني من درا كان في الارقام اللي كانت تحول عليها الفرقه كانها جبرت والله قال ما جيد هاي الارقام كان اللي حولت اليها الفرقه هاي الارقام اللي حولت اليها الفضه اللي هي عباره عن المنصه المتحايله هي اللي كنت اتكلم لك عن قضيتها تشوف حساباتها هون كامله صور منها والله ذاك اللي قاعد ينقبض منها في اطار قانوني وذي اللي هوياته وكتبه خلاقها قبل عند الحاله المدنيه ومجد فهمتني؟ في وثائق خاصه ما قدرنا نشيها وذا كامل متكامل بالصوره والمستخرج والهوية ورقم الحساب والقبيلة والجهة اللي منه انطرحت عليه ليد نحكم واللي منه في الحبس واللي منه أمام تحريات لاجل الأسبوع الجاي. يا أخي قاعد نرجع ونقول لك إن إحنا قاعد نبث كأن عدلوا حالة ما قدرنا فيهم هم يكون يتحايلوا إنه مد السراق وأنا شوف طريقة طبيعية متخيل سارق وزعيم اللي ماشيين في قضيته اللي هو غيثي. والله غيث وباط هو. شو يا الخلطه احنا ما نسحنا راك ما احنا موضوعنا غيثي هذا موضوع يتعلق بالقضيه احنا نستقروا عن الراي العام اللي خلقنا هاي 26 مليون اللي حولت اللي فيها 19 مليون اللي منادي قاست الارقام ورك اليوم هاو الارقام رايهم قاع هم مباشره رايهم في التاقد عنده وكيل جمهوري هاي ورك التاقد هذا وكيل جمهوري هاي وكيل الجمهورية وفيها الأرقام ما نقدون هاي شو ما قال هاي فيها الأرقام اللي خمسة أراعي إلى تفضل إلى أعطيني إلى أراعي تفضل أعطيني تفضل لين بوصل لك أنا هاي تاخذ وكيل هاي تاخذ وكيل الجمهورية فيها الأرقام هذا الرقم مش شاله محمد 44 راعي هو رأس أصبور هاي الفضل قاست هاي الفضل قاست الله دين العتهم أنا حتى انا سليمان هاي الارقام هذا فوق 19 غيثي هذه الفاصله قياس 19 مليون 700 الف قياس الرقم تصوروا عند راي عنده كل جمهوري لا هذه 36 85 74 54 راعي له هو قياس ذيك المبلغ اللي هو انا يمشي لك 26 مليون هذا نفس الرقم قاسته مليون تصور عرفها يا جماعه انت قاطع حالك
متحايلين؟ هذا المتحايل قياس المفوض قيسي. هذه 900 الف قياس الفوضى خارجه يظل غيزي مع جيلان الطريق اللي انا بعد هذه 900 الف هاي مليونين و900 اللي هي مليونين و900 هاي نقول لك الفوضى الاول هاي مليونين و900 هاي 900 الف هذه 800 الف هذا مليون هذا مليون تفضل هذا مليون هذا 600 الف هذه 700 الف هذه 700 الف هذا مليون ذاك مليون ذاك مليون هذه البداية مشالهم الفوقية 10000 فوقية هذه البداية هذا أول مبلغ هذه 56 ألف هذه 2500 هذه 100 ألف هذه 100 ألف هذا بعد هو هذا لا هذا لا هو هذا لا هذا هو قال هذا خلاصته يعني هذا خلاصته حد قاس منكم والله عنده القانون في قياس وكيل الجمهوريه ارى اذا هي فزت هاي الارقام هي مع عنده وكيل الجمهوريه وكيل الجمهوريه عاطينا الطاقه عاطي الطاقه البنك اياك قلت ناخذ بها هذا شوف الى شو ذاك الى شو الى شو ذاك هاي المبالغ اللي مشي هو يقع معه يعطيني وقت ماني ما تمشي يعطيني تمشي هذه جميع القياس الفضاء عند البنك الشعبي الفضاء المشي لغيثي محمد راعيه الفضاء المشي لغيثي محمد كشف حساب راعيه والفضاء المشي محمد للناس المتحايله هون والفضاء المشي والمتحايلين للناس الاخرين المراحل ثلاثه واحده فوض محمد المشي مشاها للناس اللي ارقامهم مهمين وصورهم مهمين وهم يمشي وتركهم الحين في ما حد ما نعرفه عنده صور كان يترك اياها من ناحية القبلية ومن ناحية الأمور الجوية ما عندنا شيء إثارة ذاك خايفين بينا نوجد عقب العدل إنه هو بعد أنه فجرنا الدولة ولا نقدم ثور روايات ثانية بالطريقة اللي ما نقدم ثور وإحنا عندنا قبائلهم وعندنا أماكن سكنهم راعي هو ويكم قياس وكيل الجمهورية وأعطاه عنده قانون في قد يجسم قد يعرفهم جميعا هذا 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 خلصه هذا كبر همونه حفظ عليه قانونية حمد حفظ عليه قانونية هكذا هذا 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 لين نختم لين نختم لين ذكروا المتابعين عن قضية كاملة ما قالوا لنا بخور أنا كان في بيت الأخ محمد مين هو صاحب قال معاه صاحبه لي عقب يدخل لي بيت هي عن صاحبه هو وبيت منهم شبكة واحدة هو اللي ما كان مفهوم مين علم بيها وادي وراعي العمو قال هذا اللي وقع هذا موضوع من تابوكان هذا من كلمة أخيرة لا نقول لا غيري لا اي والله يمكن الشيء هذا ما هو صندوق من ولا يخطب لا ينكر غيري ان هذا مو هو بايث قال عن هذاك ما يقول عنه البارح وانا اخوي قال عن هذاك وانا ما يقول عنه قال انه قال
وانا بعد قال انه عاد يعرفني، قال اني بس صلاتي وبني مصنوع، وقايل لك بعد يا غيث انك تعرف اني مصنوع. قايلها لك تو بسيط حنيني. قضيتها انا نبهله هون، يرى هو رانا كان قاعد هذا متألم، قاعد هذا متألم. رانا كنت عرفنا يا غيث مك هون. ولا تنسى اني موجود هون، امك ما تبقين قال عن الشيء. ما تبقين قال عن امك شيء، وامك قاعده هون. حسك منه تو امك والوالد هم اللي ما هو والد هون. عرف ان هذا نحن ما بس قضيه سباب لمن ما لنا لين بخلوش وعاتني علي وبنا ما لنا لين خلو شي يلحق شي يخسر شي من بلي ما فطر القانون. طفل البارح بايتين ترك بايتين يتبكاو وبتلم سكت وهذا ينقبض لا بالقانون. احنا سمعتنا طمع عندنا من احنا ما اهلنا نقال عنهم الخارج اللي هو اهلنا نقال عنهم انتم هو انتم تعاونتكم وجايكم الدور وما الاسبوع الماضي متبارك مع شبح من موريتان مجتمع منه عليه شريحه مهمه. جات المراه ينقال لها ما اقدر اقول لكم انا ساكنه تبكي. جات لي انا ينقال عني وينقال عن اهلي وينقال عن المحيط اللي فيه. قلت له سكت ما هو مهم ما يحرك نفسكم شيء. اخر تحليل القضيه الثانيه روايه ثانيه تفضل تكمل ما ينوكمل. ختاما انا شاكر نبدا ختاما انا شاكركم ختاما انا شاكركم للمؤازره ولمجيكم ولاحساسكم لان فهم ظلم ممنهج ضد مؤسسه وضد عائله. حني جايك فيه هذا الشكر لكم انتم احساسكم بانهم ظلم ممنهج ضد مؤسسه وضد عائله ظلما وعدوانا. اجدع ام اجدع عدلوا مساله معينه خارج الاطار ما يتم صور يانا معلقين اللي شيباني رجال هذيك الساعه شهور المغرب. بما ان كلمه ختام لا نقول لكم شاكركم ولا نقول للراي العام الهدف من النقطه من قد ما تورطنا الى في اعوام الهدف من النقطه اياك نطلع الراي العام للموضوع الحقيقي وملابسات القضيه. اياك ما يبقى في مضيف اخلاق درجات. وعقب ذلك الحكم لكم والسلام عليكم.